أبدأ معاكم فيها بالملف بتاع النادي الأهلي. ربنا يخليك يا عم كرم محمود. ماذا يدور في ملف الصفقات بتاعت الأهلي؟ وماذا يحدث الآن في ملف أحمد فتوح وعبد الله جمعة؟ ورد فعل كلام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على ما حدث من فتوح وعبد الله جمعة، والفضيحة بقيت في جلاجل في العالم كله. ولكن خلينا بس نبدأ الأول من النادي الأهلي، لأن عندنا كلام مهم جدا 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 عن يعقوبه. الجديد في موضوع يعقوبه بعد الكشوفات الطبية اللي اتعملت عليه وبعد كل الكلام اللي اتقال، أنا بس ليا كلمتين مهمين في الموضوع ده. النادي الأهلي زيه زي أي نادي في العالم. النادي الأهلي زيه زي أي نادي في العالم. وأنا جايب لكم إبراهيم الخطيب صديقي العزيز ملك الأخبار في النادي الأهلي. ولكن ليا كلمتين قبل ما استقبل إبراهيم الخطيب في موضوع يعقوبه اللي أنا أبدأ الحوار بيه مع إبراهيم الخطيب. النادي الأهلي زيه زي أي حد في العالم يا أبو خليل، جاب لاعب، اتفق على 4 سنين ونص ومبلغ مالي، ثم بعد ذلك جاب اللاعب، وقبل ما يتم تفعيل العقد بيخضع لكشوفات طبية زيه زي أي نادي بيعمل ده في العالم. وهو بيعمل الكشوفات الطبية اكتشف إن في إصابة قديمة للاعب. تمام. وده طبيعي جدا. فأنا قبل ما أخد رأي إبراهيم وأبدأ مع الناقد الرياضي المحترم صديق إبراهيم الخطيب، هتكلم في جزئيتين هنا. هتكلم في رد فعل الصحف البرتغالية على ما كتب في مصر، وهتكلم في فريرا المدير الفني للزمالك ماذا قال عن يعقوبه وإصابته. الصحف البرتغالية، وأنا لي أصدقاء في البرتغال تابعتهم، أكدوا إن الولد كان مصاب وتعالج وبيلعب ليه 2 ولا 1.5 سنة زي الفل، زيه زي أي لاعب اتصاب وبقي زي الفل وبيلعب وأكتف وتمام التمام. موضوع إن الأهلي اشترى أوروماي، وموضوع إن الأهلي اتضحك عليه والهبت اللي شغال ده، كله كلام أي كلام وكد نسوان على الفيسبوك مالناش دعوة بيه. فالولد كان مصاب عادي، لكن الاهلي لا اشترى اوروماي ولا اتضحك عليه. الاهلي في الكشف الطبي اكتشف 1 2 3، يعني كريستيانو بجلاله قدره اللي جاي ب 250 ولا 200 مليون يورو، لو في الكشف الطبي طلع عنده مشكله كان العقد هيقف. ميسي لما راح باريس سان جيرمان في الكشف الطبي لو طلع حاجه كان العقد هيقف، واي لاعب في العالم. تعال بقى المستر جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، سألوه في البرتغال عن تعاقد الأهلي عن يعقوبه، فصرح لأحد الصحف البرتغالية إنه لاعب ممتاز وهو متابع جيد ليه، فسألوه إن الإعلام المصري بيقول إنه عنده إصابة مزمنة، قال هذه المعلومة جديدة ولا أعرفها، واللاعب أنا أتابعه جيدا وصفقة رابحة للأهلي. يبقى اذا وارد انك تجيب لاعب ويطلع في الكشف الطبي عنده مشكله والتعاقدات تتغير. ولكن احنا هنا ما عندناش اعلام حريف زي ابراهيم الخطيب كده ضيفي معاكم دلوقتي، عندنا فيسبوك وهبت على الفاضي. يعني دايما لما تجيب معلومه احب اجيبها من مصدرها. كلمت المسؤولين في النادي الاهلي، قال لي بص خضع لكشف طبي 1 و2 و3، ولو في حاجه هنقول له شكرا. طيب احنا واقفين في ايه في موضوع يعقوب الان؟ ده خلينا نرحب بالاستاذ ابراهيم الخطيب. مساء الفل يا ابو خليل. اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر، بتمنك الكرام. اهلا بيك. اول ملف معاك اهو يعقوبه، الدنيا فيها ايه يا صاحبي؟ لعب طبعا وصل الاول امبارح الفجر، اللاعب الاهلي جاب له شقه في حي الزمالك قعد فيها لحد ما عمل الكشف الطبي امبارح، اول امبارح في الظهر هو وصل الفجر، وبعد ما وصل الفجر بعدها
حوالي 6-7 ساعات راح عمل الكشف الطبي في المستشفى السعودي. اللاعب عمل كشفين. مستشفى السعودي الألماني. اللاعب عمل كشفين. تمام. الكشف الأولاني الأهلي كان أول ما تعاقد معاه كان أهم كشف عنده كشف على الركبتين. ده كان أهم كشف بالنسبة للنادي الأهلي. ده أول كشف عمله. والكشف الثاني كان كشف عن القياسات البدنية والعضلية للاعب. طبعا اللاعب ما فيهوش اي حاجه واجتاز الكشف الطبي. المشكله اللي الاهل لقاها او مش هي مشكله، اللاعب لما جم يكشف على الركبتين بتوعه، هو كده كده المعروف ان اللاعب عمل عمليات جراحيه قبل كده. تمام. عمل عمليتين في الركبه الشمال. دي التفصيله او الازمه اللي عند اللاعب. اللاعب عنده في الركبه الشمال عمل عمليتين قبل كده. عمليه كانت قطع رباط صليبي، دي كانت في 2017، كان لسه صغير. وعمل العمليه الثانيه كانت قطعت الغضاريف بتاعه الركبه والاوتار، دي كانت في 2019. من بعد 2019 واللاعب ما خف لحد ما الاهلي اتفاوض معاه من شهر نوفمبر اللي فات، اللاعب ما حصلوش اي اصابه. يعني اللاعب بيلعب حوالي يجي من سنتين وشويه او داخل في 3 سنين ما كانش عنده اي حاجه، ما جالوش دور برد زي ما بنقول، لا ما حصلوش اي حاجه على صعيد الركبتين او اي حاجه ثاني. فالتخوف اللي كان عند الجهاز الطبي ان اللاعب طالما عمل عمليتين في الركبه الشمال ممكن يبقى عنده اثار ليها فيما بعد. طب ايه اللي حصل؟ النادي الاهلي امبارح عرض اللاعب على الدكتور احمد عبد العزيز. تمام. ده طبعا اللاعب لما تعرض على الدكتور برضو ما فيش تخوف، الدكتور قال لا اللاعب عادي، اللاعب يعني حته ان عنده اصابه مزمنه دي مش موجوده، ممكن يتصاب ده طبيعي اي لاعب. والكلام اللي حصل جوه الاهلي، طب لو احنا كنا جبنا مثلا احمد شجازي، محمد شجازي عنده عامل 2 رباط صليبي، اكرم توفيق يعني ربنا يقومه بالسلامه عمل رباط صليبي وعمل رباط صليبي تاني، هل الاهلي لما يرجع اكرم توفيق الاهلي هيمشيه؟ اكيد لا. وبالتالي الاصابات هي يعني اللاعب ما عندوش اصابه مزمنه. طيب التخوف جه من عند مين؟ جه من عند الكابتن سيد عبد الحفيظ، قال احنا دلوقتي في مرحله مش قادرين، مش هنتحمل كجهاز فني ان لاعب يجي يتصاب او يحصل له اي اصابه زي ما بيحصل مع بيرسي تاو، وبالتالي بيحصل هجوم على الفريق وعلى الجهاز الفني وعلى الجهاز الطبي وغيره، فاحنا مش هنستحمل ده لو احنا تعاقدنا مع اللاعب. طب احنا ممكن نتراجع عن الصفقه، خصوصا ان في 3 لعيبه تانيين مرشحين. في لعيب برازيلي، وفي لعيب افريقي بيلعب في اوروبا تاني، وفي لعيب افريقي موجود في الخليج. في 3 لعيبه تانيين مرشحين ليعقوب. عندك الاسماء يا ابراهيم؟ لا لسه بالاسماء بالتحديد لا لسه. طب ما نسجل لاي واحد. الكابتن سيد عبد الحفيظ يرى ان لو عندي نسبه 1% مغامره انا مش فاضل الموضوع ده تماما. بالظبط. تمام. طب التصميم جاي من عند مين؟ من عند مارسيل كولر. مارسيل كولر شايف ان يعقوبو افضل اللاعبين اللي هيدعم بيهم خط الهجوم. هو كولر شايف ان هو افضل الناس اللي اتفرج عليها. بالظبط. وعلى فكره فيريرا بيتفق مع كولر في تصريحاته للصحافه البرتغاليه عن يعقوبو. بالظبط. فايه اللي تم امبارح قبل ماتش انبي؟ حصل جلسه ما بين كابتن سيد والكابتن امير توفيق ولجنه التخطيط، وتم فيها الاستقرار على ان هم يقدموا عرض للاعاره. الاهلي هيقدم قدم العرض ب $400,000، يجيبه ب $400,000 لمده 6 شهور. بعد 6 شهور نقيم هل بقى اللاعب ما اتصابش كتير، المستوى بتاعه ايه، هل هو محترف. هل الكابتن محمود الخطيب كان حاضر الاجتماع؟ طبيعي ده موجود. يعني هم دلوقتي رفعوا الامر بعد هذا الاختلاف وبعد الكشوفات الطبيه كلها وبعد التقارير الطبيه الاخيره الى لجنه الكوره. لجنه الكوره قعدت ما بين رفض الكابتن سيد ورغبه كولر في الاستمرار في التعاقد، اتفقوا على انهم يوصلوا لحل وسط، يعملوا اعاده عرض بدل من 4 سنين و 3 سنين ونص والمبلغ الكبير، نعمل اعاره 6 شهور ب $400,000. بالظبط. تمام. واللاعب موافق، اللاعب عايز يلعب للاهلي، اللاعب موافق. ما هو اللاعب بالنسبه له ذكي، لان ال6 شهور هيجيبوا بعديهم تمديد التعاقد، وفكده الاهلي يبقى في الامان ولا يغامر لا بالله لا بالتعاقد ولا بفلوسه.
بالظبط. فبالتالي الـ 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 الخطوه اللي ناقصه الاهلي منتظر فيها ايه؟ اللي هو ان النادي اللي هو ارفي البرتغالي يرد على النادي الاهلي بشان الايه الاعاره بتاعت اللاعب دي اخر حاجه. اللاعب العرض ده راح امتى يا ابو خليل؟ راح امبارح. راح امبارح الخميس بعد اجتماع الخطيب ولجنه الكوره مع سيد عبد الحفيظ. اربع كلام مع النادي. حصل كلام مع النادي ان طب احنا هنجيبه 6 شهور ب 400,000 دولار. لسه الاهلي ما جالوش الرد. بس يعقوب موافق. يعقوب موافق واللاعب موقع على كده. واتبعت الرغبه بتاعته مع العرض. بالظبط. تمام. يبقى اذا يا جماعه الجديد في موضوع يعقوب الوصول الى قرار نهائي في الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، استبدال التعاقد لفتره اعاره 6 شهور ب 400,000 دولار. يبقى لا تصدق الهبد بتاع اصابه مزمنه في اصابه، وده وارد. يعني النهارده حضرتك لو الاهلي جاء عقد من برشلونه او ريال مدريد لاكرم توفيق ربنا يشفيه، وهو في الكشف الطبي هيطلع انه عامل عمليتين رباط صليبي، ما فيش حاجه بتستخبى في العلم الحديث. لكن هل انه عامل عمليتين يمنعه من الاعتراف؟ لا. لكن قيمته الماليه ايه؟ ده بيتحدد في ضوء اللي بيقوله الاطباء عن قوته وصحته في ضوء هذه العمليات. دي اللي حصل بالظبط مع يعقوبه. الوضع ايه بعد الاصابات اللي كانت عنده؟ ومستر كولر حسم الامر، هو افضل المهاجمين اللي انا شفتهم. الكلام راح للجنة الكورة، الكابتن محمود الخطيب بالتشاور مع الكل، سيد أمير كل المساعدين، قرر زي ما قال لنا الأستاذ إبراهيم الخطيب وانفرد بده وكتبه إن 4 شهور 400,000 دولار لمدة 6 أشهر. اللاعب كتب رغبة بالموافقة، الرغبة مع عرض الأهلي الجديد راحت للنادي البرتغالي، والأهلي في انتظار الرد هيكون بعد أعياد الميلاد غالبا، مش قبل الاثنين أو الثلاثة القادم. ده بالنسبة ليعقوب. طيب.